يطير كالفراشة ويرتع كالنحلة. النهاردة وحوش انفورما هنتكلم عن واحد صنف كأحسن رياضي في القارة، بطل من ذهب وأعظم ملاكم جه على مر التاريخ. النهاردة هنعرف قصة محمد علي كلاي. فجاهزين وحوش انفورما؟ يلا بينا. السلام عليكم، معكم حسين سيد وحلقة جديدة من انفورما وسلسلة حكاية فورما. قبل ما نبدأ الحلقة عايزين بقى كده تثبيت من وحوش انفورما، يا سلام على واحد لايك وواحد شير، يا سلام بقى كمان لو واحد كومنت. ياه، ولو عايز تتمرن معايا في التدريب اونلاين سايب لك اللينك تحت تروح تسجل فيه وهنتواصل معاك نفهمك كل التفاصيل. ويلا بينا بقى نبدأ الحلقة. 17 يناير سنة 1942 وبالتحديد في ولاية كنتاكي الأمريكية اتولد واحد من أهم أساطير الملاكمة، كاسيوس ماركوس كلاي المعروف بمحمد علي كلاي. اتولد كلاي في أسرة أفريقية أمريكية من الطبقة المتوسطة، والده كان بيشتغل رسام ووالدته ربة منزل، يعني الدخل بتاعهم كان يدوب يعيش اللي جاي على قد اللي رايح، وكلاي بقى كان الابن البكري ليهم. طفولة كلاي كانت صعبة جدا ومليانة عنصرية زي أي طفل كان صاحب البشرة السمراء. ومش عايز اقول لك في امريكا ساعتها كانت العنصريه متفشيه بدرجه كبيره جدا على اصحاب البشره السمراء، وده ما خلاش كلاي يستسلم، بالعكس ده كان جزء كبير من تشكيله شخصيته الاسطوريه، الشخصيه اللي ما بتخافش من قول الحق والوقوف قدام اي ظلم. من طفولته كلاي كان باين عليه ان جسمه جسم رياضي رباني كده، وحتى الالعاب اللي كان بيلعبها هو طفل رسمت وابرزت موهبته. مثلا كان بيلعب لعبه غريبه جدا، كان بيخلي العيال اصحابه تحتفوا بالزلط وهو دوره كان يتفاداه، تحس ان قلبه كده عارف مستقبله. فضل كلاي يكبر لحد ما وصل 12 سنة وتحصل معه حادثة رغم تفاهتها بس تغير حياة كلاي 180 درجة. كلاي كان بيحب يركب عجل، فابوه اشترى له عجلة محترمة كده رغم امكانياته الضعيفة ساعتها، فكلاي كان حاسس قد ايه العجلة دي كانت هدية ثمينة من والده، فكان دايما حريص انه ما يحصلهاش اي حاجة. يقوم في يوم يحضر مسابقة هو واصحابه وركن العجلة عادي جدا، يرجع من المسابقة يلاقي ان العجلة مش موجودة، العجلة اتسرقت. يروح ساعتها للشرطي اللي كان موجود، كان اسمه جو مارتن، ويقول له انا لو شفت الحرامي هفشخه ضرب. يشوف ساعتها الشرطي مقاومات الطفل البدنية ويضحك كده ويقول له طب هتضربه ازاي، مش الاول لازم تتعلم ازاي تضرب، ويعرض عليه الشرطي ساعتها انه يعلمه الملاكمة في النادي اللي بيدرب فيه ويوافق كلاي، وتبدأ هنا مسيرة اعظم ملاكم جه على وجه الارض. من بدايته كان بيلاكم كلاي بطريقته الفذة والفريدة اللي كانت بتميزه عن اي حد تاني، وتعرف ساعتها بسرعته اللي بتفاديه كتير قوي من اللكمات اللي بتجيله، واطلقوا عليه ساعتها لقب الفراشة عشان كان خفيف سريع كده محدش يعرف ينوله، بس كان بيدي ايه سم. ويوم عن يوم بيتأكد كلاي ان الملاكمة هي كلمة السر عشان يكتسب احترام الجميع في المجتمع، لان ابوه على طول كان بيقول له ان الناس السمراء يا ابني اللي زينا محتاجين حاجتين في الزمن ده، المال والشهرة عشان يعرفوا يتفادوا عنصرية المجتمع بتاعه. وفي سن 16 كلاي قرر ان هو يعمل حاجة يخلي المدينة بتاعته كلها تتكلم عنه فيها، وقرر ساعتها يتحدى اقوى ملاكم في المدينة ساعتها كوركي بيكر. طبعا الشغل بتاع الحاسة السبعة بدأ، اللي هو انت عبيط يا عم كلاي، يوم ما تشطح تنطح، رايح تلعب لي بيكر على احسن واحد في المدينة. لكن كلاي كان واثق من نفسه واثق انه هيكسب، لدرجة ان الماتش ده قعد بس جولة واحدة لما بيكر قرر بعديها انه ينسحب وسط دهشة الجميع، ويعملها كلاي ساعتها ويبقى بطل المدينة. مع مرور السنين ولما كلاي يوصل ل 19 سنة، صيت كلاي كان عالي قوي في الملاكمة، لدرجة انه ترشح انه يمثل امريكا في اولمبياد، ودي كانت فرصة ذهبية لكلاي عشان هو عارف انه لو كسب في الاولمبيات هيتحول من مجرد هاوي لعالم الاحتراف في الملاكمة، فما ينفعش خالص ان احنا نفرط في الفرصة دي يا عم كلاي، وده كان رأي بالظبط مدربه جو مارتن. لكن كلاي كان ممكن فعلا يفرط في الفرصة دي لانه كان عنده مشكلة تانية خالص، كلاي كان عنده فوبيا من الطيران وكان رافض يروح روما لان في طيران في الموضوع، والحاج مارتن يفضل يقنعه وبالعافية اصل من الاخر هتلعب. وبعد فترة اقناع يقتنع كلاي بالفكرة. المضحك بقى في الموضوع ان طول سكة السفر لروما كان لابس باراشوت، هل يعني اللي ماتوا قبليه ما كانوش لابسينه؟ يروح كلاي روما ويكسب ماتش ورا التاني لحد ما يوصل للنهائي ويقابل ساعتها بطل اوروبا البطل البولندي زينيغبيا يا قصة مصطفى مش عايز. ويستخدم كلاي في الماتش ده اسلوبه اللي كان ساعتها طفرة في الملاكمة، اصل ابسط قاعدة في الملاكمة ايه؟
احمي وشك. المضحك في الموضوع ان كلاي كان بيحط ايده ورا ظهره عشان عارف انه بسرعته وخفته يقدر يتفادى اي ضربه جايه له، وهوب يديك القضيه في الحته الفاضيه. وده فعلا اللي عمله مع البطل البولندي ويكسب كلاي الميداليه الذهب، ويفرح ساعتها لان كلاي دلوقتي يصنف بطل اولمبي، فاكيد مكانته هتختلف في المجتمع واكيد الامريكان كلهم هيحبوه. لدرجه ان كلاي كان وهو ماشي في الشارع عادي كده كان لابس الميداليه عشان لو حصل معاه اي حركه عنصره يقول له ولا انا اللي مكسب بلدك يلا. وفي يوم من الايام كلاي وهو واصحابه يقرروا يتعشوا بره، فيروح ولابس برضو الميداليه يدخل المطعم، يروح صاحب المطعم طاردهم. وده كان بسبب ان كان ساعتها في عنصريه ضد السمر جدا لدرجه ان كان في مطاعم بترفض دخولهم اصلا. لا ده كمان قال لهم لو كترتوا في الكلام هطلب لكم الشرطه. ويقف هنا كلاي مصدوم صدمه كبيره جدا، ويعرف ساعتها ان حتى البطوله ما تخليهوش يكسب احترام الناس في المجتمع العنصري اللي هو عايش. يحبط احباط كبير جدا ويقلع حتى الميداليه ويرميها في النهر، ويعرف ان الموضوع مش فردي، دي قضيه ناس كتيره قوي. وهنا قرر كلاي ان هو يدافع عن قضيه اصحاب البشره السمراء، وانه يشارك في حركات كتيره تدعو للمساواه. ومن الناس اللي اتعرف عليهم ساعتها وحبه قوي محمد علي كان الناشط الكبير مالكوم اكس اللي كان ساعتها عضو في مؤسسه اسلاميه، بعد كده هنعرف ايه دورها في حياه كلاي. شايفين بقى كميه العنصره اللي حصلت له في حياته ده على النقيض في حياته الرياضيه، والسبونسر بتاعه او الراعي بتاعه كان جروب من الناس البيضاء. شوف يا اخي سخريه القدر، لان ساعتها رجال الاعمال دولت كانوا عارفين ان كلاي هو الفرخه اللي هتبيض لهم ده، اصل من الاخر بيزنس بيزنس. وفي هذه اللحظه يفترق كلاي عن مدربه الاولاني مدرب الهواه جو مارتن، وده يحصل بسبب ضغط من الراعي، ويروح يتدرب مع مدرب المحترفين انجلو داندي. داندي كان عاجبه اسلوب كلاي قوي في الملاكمه، لكن ركز معاه على عيوبه لغايه ما وصله لمستوى خرافي. كلاي في تصريحاته كان واخد مدرسه كده غريبه، المدرسه اللي احنا بنقول عليها دلوقتي مدرسه جوزيه مورينيو، اللي هو يدخل المؤتمر الصحفي لاي منافس ليه يفضل يهين فيه لحد ما يبقى راكب عليه نفسيا، من الاخر كده يكسر عينه عشان لما يدخل معاه الحلبه يعرف يغلبه نفسيا قبل ما يغلبه في الماتش الحقيقي. ده لدرجه ان هو في بعض المؤتمرات الصحفيه كان بيوجه للمنافسين ان هو هيكسبهم في الجوله الفلانيه، اللي هو ولا انت مش هتاخد اكتر من 3 جولات ها اخلص. المدرسه دي رغم ان كان فيها مخاطره كبيره قوي، اصل لو خسرت هتبقى وضحوكه العالم يا معلم. وعلى النقيض مع كل مكسب الناس بتنجذب ليها، وشعبيه كلاي تزيد اضعاف مع كل ماتش يكسب. وفي الفتره دي يكسب كلاي 19 ماتش ورا بعض من غير ولا خساره، ويبقى من التوب 4 على العالم. وفي 1964 يتحدى كلاي سوني ليتسون بطل العالم ساعتها. اصل سوني ليتسون ده كان مجرم، لا مش مجرم اللي هو جامد وكده، لا ده كان مجرم مجرم فعلا ومدعوم من المافيا ساعتها. فتخيل دلوقتي المصنف الرابع عالميا داخل على المصنف الاول وعمال يهريط تصريحات عشان يوافق على المواجهه بتاعته، وده كان فعلا اللي بيعمله كلاي عشان ليتسون يوافق ان هو يواجهه على حزام البطوله. وبعد ما كلاي يمرمط كرامه ليتسون في الاعلام يوافق ليتسون ان هو يلعبه على اللقب، اللي هو تعالى عادي يا صغير اعرفك مين بابا المجال، ايه هتهب منك ولا ايه. ويجي اليوم اللي يدخل ليتسون فيه الحلبه زي المجنون عايز يمسك كلاي يعجنه، لكن كلاي كان عمال يستخدم اسلوبه الشهير ويستفزه بالحركات، حركات اللي هي بتاعت الرقص بتاعت كلاي دي المعروفه، ويستمر الماتش 6 جولات. وهنا تحصل المفاجاه، بعد الجوله السادسه يحس ليتسون ان هو روحه بتطلع تقريبا، وفي وسط دهشه الحضور يحصل اللي ما كانش متوقع، يقرر ليتسون ان هو ينسحب. بمعنى تاني محمد علي كلاي بقى بطل العالم لاول مره، ويبقى اصغر واحد خد اللقب ده في التاريخ بعمر 22 سنه. وبعد كام يوم من التتويج يطلع كلاي بتصريح يقلب العالم تاني، بس المره دي كان تصريح غير اي تصريح قال. كاسيوس كلاي يطلع يعلن ان هو اعتنق الاسلام وانضم للمؤسسه الاسلاميه اللي احنا قلنا عليها من شويه، ويبقى اسمه محمد علي كلاي. وهنا يقفل محمد فصل في حياته عشان يفتح فصل تاني الاعظم في تاريخه. ده كان اول جزء من حياة الاسطورة محمد علي. لو عايزين ننزل بالجزء التاني وصلوا الفيديو ده ل10,000 لايك. كمان ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان اول ما الفيديو التاني ينزل يجيلك اشعار ان هو نزل وتبقى اول واحد اتفرجت عليه. واكتب في الكومنتات مين البطل اللي عايزه بعد محمد علي. ولو عايز تشترك معايا في التدريب اونلاين تحت سايب لك اللينك، ممكن تدخل عليه تختار الباقة المناسبة ليك، وفريق المبيعات هيتواصل معاك عشان يشرح لك كل التفاصيل. ودي كانت حلقة النهاردة يا حوش انفورما. خلي بالكم من نفسكم، خلي بالكم من حواليكم. سلام.